معنا فوزية من تمارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. مرحبا بك فوزية. انا نقول لك واحد شي وتقبلي عليا. او كل خير تبارك الله. مرحبا. وخا فيها شي تصعب ما كاين حتى مشكل. خذي راحتك. انا يلا مبتدئه. ايوه واحد الروز بسماتي بطريقه ديال الدجاج. يلا ايه ناخذ واحد المقيله شويه ديال الزيت. ايه ندير واحد الطريقه ديال الدجاج لا بيبي ندير شويه مليحه شويه ديال الثومه ياك ونشحرهم وناخذوا قريعه خضراء نقطعها مربعات صغيرين وناخذوا دنجاله تاي نقطعها مربعات صغيرين وناخذوا فلفلات حمراء وخضراء وصفراء تا هما نقطعهم طريفات ونضيفهم على هذيك القريعه وداك الدجاج نشحروهم وندير لهم دامتي ونمرقوا عليهم شويه وخا نصيبو واخا ياك وندوزو نديرو واحد لاصوص ديال الطوماط نديرو فيه توا مليحه شويه الابزار شويه القزبر ونخليو فيه الزويته ونخلي ديك لاصوص معلقه مرطشه الحك ونخلي ديك لاصوص حتى هي تعقد ومن طيب لينا هذيك الخضيره الحمر كيما نشدو داك لاصوص ونضيفو على هذيك المقله اللي فيها الخضره والفلافل ونخلطهم غتكون عاقده وداك الشيء غناخدو الرز البسماتي نديرو واحد الطنجره ندير فيها واحد معلقه ديال الزبده ناخدو واحد ثلاثه الكيسان ديال داك الرز ونشحرو مزيان داك الرز نقليه في ديك الزبده باش يبقى لنا مفرغ ونديرو واحد المكراش ديال الماء شي شويه الماء يكون غليان ونمرقو عليه ونقص ليه البوطه ونخليه تيطيب في المهال ملي تيطيب تيطيب تيبقاو الحبات ديالو مفرزين ايوا وكنحطو في الطبسه التقديم وكنديرو عليه هذيك لاصوص من الفوق بالخضر والدجاج وكلاصوص.